معتز بديهي جدا انه يكون هو، بس مش عارفه ليه اول ما شفت الورد افتكرته فارس. جميله يخرب بيتك. ايه رايك؟ ماشي حلوين جدا، بس انا عندي سؤال. إيه؟ هو انت كنت بتفكر في ايه وانت بتختار الغوريلا؟ فيكي والله 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 فيكي، دي شبهك قوي، دي كيوت. طب بقول لك لو مش عاجباك الغوريلا انا جبت لك سوشي. ها ها يا حبيبي، حلوه الغوريلا دلوقتي؟ هقول لك يلا هات انت بقى الغوريلا. ها ده ايه النداله دي على المسا؟ شيل بقى الحاجات دي. فوفا يا جميله، بالرغم ان ماما اكيد هتديني درس في العادات والاصول وتقولي احدد موقفي بسرعه، وان اللي بيحصل ده اكيد برضو مش عاجبها، بس هي مطمنه المعتز ونفسها تطمن عليا. الفرحه باينه في عينيها. يا جميله يلا. ما انكرش ان رشيد عاجبني، هو التايب اللي بحبه، شيك غني ابن ناس، he has his own private business، بس في نفس الوقت دماغي بتفكر في كل حاجه وعكسها. ابقى غبيه لو ضيعت واحد زي ده من ايدي. بتعملي ايه يا جايده؟ انت بني ادم رخم. هي ايش مصاحبه تاني؟ ما انا هفهمك، النهارده كان عندنا ميتنج في الفرن والمفروض كل اللي كسبوا كانوا يباتوا عندنا، بس هي جت قالت لي ان انا احضر بس الانترفيو مش ينفع عجبات. فهي لو كانت مصاحبه بقى وهو صاحبها قال لها ان انت ما ينفعش تباتي وحاجات كده وبتاع، فانا جو ادم. وما اظنش ان هي كمان الكاركتر اللي هو ينفع تقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. ايه نهارك ابيض، ما تردي. انا مش سامعك من الدي جي. جايده لخصي بدل ما اعلقك. انا قلت لك ان هي مش مصاحبه، وقلت لك ان انت مش ستايل بتاعها، ومهما عملت مش هتصاحبك، وانا اصلا مش هسمح ان حاجه زي دي تحصل. غير كده بقى باباها مغلس عليها وهيصفرها تكمل دراستها بره، يعني هوبليس كيس. طب وهي هتكمل دراستها بره ازاي واحنا لسه في نص الترم؟ انا مش عارفه انتوا ازاي مستحملين تعيشوا في الزريبه دي. انا كل يوم بنظف المطبخ وبرده مش بينظف. نظفي فيه يا ماما؟ هو كان في حد اصلا بيعتبه؟ ده هو حاله شويه شاي وجبن. والله ربنا سبب الاسباب علشان اجي الحق البيت ده. بقولك يا منوله، هو لما بابي يعمل كشك السندوتشات ده انت ناويه تساعديه وتطبخي معاه كده؟ طبعا. ده كلام جميل جدا، بس ما تنسوش بقى تبقوا تاخدوا ادهم معاكم دليفري. دليفري خد يلا خد يلا.